لنا صدورنا ولوالدينا وارحموا معكم يا رب يا رسول الله ولمساعدتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. آمين. والمؤمنين والمؤمنات. آمين. والأحياء منهم والأموات. آمين. اللهم أهدنا بالإيمان. وعوزنا بالإيمان. آمين. وأصلنا بالإيمان. آمين. وأدخلنا الجنة مع الإيمان. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تسيء قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.